فارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقى. اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن عالم. اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن علم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم. والله علم خلقه، والله أقسم بالقلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي دانا عطلة النصاصرة. اليوم سوف أشرح السؤال الأول من تمارين ومسائل صفحة 111. يقول السؤال: جد صورة النقطة 1.1 تحت التأثير كل من الانسحابات الآتية. ألف: الانسحاب إلى اليمين 5 وحدات. رح نغير في الإحداث السيني، فيعني 1 + 5 + 5.1. 1 + 5 يعني 6.1. ب: الانسحاب إلى اليسار 3 وحدات. ح: 1.1 فيساوي 1 - 3، لأن إلى اليسار يكون ناقص 0.1 فيساوي -2.1. جيم: الانسحاب إلى الأعلى 4 وحدات، يعني 1.1 + 4، لأنه إحنا رح نغير بالإحداث الصادي، فيساوي 5. دال: الانسحاب إلى الأسفل 2، يعني 1.1 - 2، لأنه إلى الأسفل سالب، فيعني 1.1. والآن لقد انتهيت من شرح السؤال. إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رح أحل معاكم اللي هو سؤال 2 من تمارين ومسائل صفحة 111. بحكي: حدد اتجاه الانسحاب ومقداره في كل من الانسحابات الآتية. طلعوا معي على أول فرع، وين التغيير؟ شوفوا، -2 صار 2، التغيير على الإحداثي السيني، فمعناته رح يكون يا يمين يا يسار التغيير، يعني الانسحاب يا جهة اليمين يا جهة اليسار. بس مدامه زاد من -2 صار 2، فمعناته صار الانسحاب إلى اليمين 4 خطوات. الانسحاب إلى اليمين 4 خطوات، ليه؟ لأنه الإحداث السيني اللي تغير بزيادة، فمعناته إلى اليمين 4 خطوات. طيب إجينا للفرع ب، السينات ما تغيرت، ظلت زي ما هي. مين اللي تغير؟ تغير الصادات، فمعناته يا أعلى يا أسفل. مدام القيمة صغرت، يعني الاثنين صارت -3، معناته القيمة صغرت، فمعناته إلى الأسفل 4 خطوات. إلى الأسفل 4 خطوات، ليش؟ لأنه 2 - 4 إشارات مختلفة، نطرح وإشارة الأكبر. يجينا لح، فرع جيم ح، الانسحاب يعني -4 - -6. -6 ثابتة زي ما هي، فمعناته الانسحاب صار عندي وين؟ يا يمين يا يسار. مدام على الإحداث السيني والرقم صغر، فمعناته صار عندي الانسحاب إلى اليسار 3 خطوات. 3 خطوات. إجينا لآخر واحدة، 6 صارت 2، فمعناته نقصت منها 4، والثلاثة صارت 6، فمعناته أنا صار عندي انسحاب إلى اليسار 4 خطوات، إلى اليسار 4 خطوات،
وإلى الأعلى 3 خطوات، وإلى الأعلى 3 خطوات. هيك بنات بنكون حلينا السؤال، فيعطيكوا العافية. مرحبا معكم الطالبة رنيم من مدارس بنات المستقبل الصف السابع. السؤال الرابع درس الانسحاب. السؤال الرابع: متوازي أضلاع رؤوسه ألف 4.3، باء 3.0، جيم 0.0، دال 1.3. بالاستعانة بالمستوى البياني في الشكل المجاور أجب عما يأتي: ألف، عين النقاط ألف باء جيم دال. ألف 4.3، باء 3.0، جيم 0.0، دال 1.3. باء: جد صورة المتوازي الأضلاع ألف باء جيم دال بعد الانسحاب 3 وحدات لليمين و4 وحدات للأسفل. ألف 4.3، راح نزيد على 4 3 خطوات، 1 2 3، بتصير 4 زائد 3 يساوي 7. 3 راح ننقص منها 4 واللي هي راح ننزلها 4 خطوات، وهي ألف بتصير 7.-1. باء 3.0، التلاتة راح نزيدها 3 خطوات، بتصير 3 زائد 3 يساوي 6، والصفر راح ننقص منها 4 خطوات، بتصير 0-4 يساوي -4. باء بتصير 6-4. جيم 0.0، صفر بدنا نزيده 3 خطوات، بتصير 0-3 يساوي 3، والصفر الثاني بدنا ننقص منه 4 خطوات. جيم بتصير 3.4، دال 1.3، 3 بنزيدها 3 خطوات، الواحد بنزيدها 3 خطوات، بتصير 1 زائد 3 يساوي 4، والثلاثة ننقص منها 4 خطوات بننزلها. بتصير 3-4 يساوي -1. وشكرا لك. سؤال 4 صفحة 112 من درس الانسحاب. متوازي أضلاع رؤوسه ألف باء 4.3، باء 3.0، وجيم 0.0، ودال 1.3. بالاستعانة بالمستوى البياني في الشكل المجاور أجب عما يأتي: ألف، عين النقاط ألف باء جيم دال، باء، جد صورة متوازي الأضلاع ألف باء جيم دال بعد الانسحاب 3 وحدات لليمين و4 وحدات للأسفل. الفرع ألف هي ألف اللي هي 4.3، وباء اللي هي 3.0، وجيم اللي هي 0.0، ودال 1.3. من عند الصفر لعند 3 نترك 3 وحدات ومننزل للثلاث، وبعدين من 0-3. باء من 4-3 3 وحدات بنترك، بعدين من 3 من 4-7 هون ألف فتحة باء فتحة دال فتحة باء فتحة جيم فتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رح أحل معك السؤال الخامس من أسئلة درس الانسحاب صفحة 112. السؤال بيحكي: مثلث رؤوسه سالب 1 1 1 3 4 سالب 2. أصبحت رؤوس المثلث بعد التحويل الهندسي الانسحاب يعني 3 3 5 5 و 8 0 على الترتيب. معناته النقطة سالب 1 1 صارت 3 3، النقطة 1 3 صارت 5 5، والنقطة 4 سالب 2 صارت 8 0. طلعي معي هسا التغييرات صارت على السينات وعلى الصادات. السينات هيها شوفوا، من سالب 1 صارت 4 والصادات من 1 صارت 3. فمعناته رح يكون عندي انسحاب سالب 1 صارت 3، فمعناته زاد، صار عندي زيادة، فمعناته رح يكون الانسحاب لليمين. الانسحاب لليمين رح يكون عندي 4 خطوات. ليه؟ لأنه سالب 1، تعالوا شوفوا، سالب 1 زائد 4 نطرح وإشارة الأكبر فبعطيكي 3. فمعناته انسحاب إلى اليمين 4 خطوات. الواحد صارت 3، كيف صارت 3؟ زدت لها 2 زائد 2، فمعناته انسحاب إلى اليمين 4 خطوات وإلى الأعلى خطوتين، وإلى الأعلى خطوتين. طبعا زبطت على الأولى، تعالوا نجرب نشوفها زبطت على الثانية أو لا. الواحد صارت 5، فمعناته زدت لها 4، والثلاثة صارت 5، معناته زدت لها 2، معناته زدت لها 2، فمعناته انسحاب إلى اليمين 4 خطوات، إلى اليمين 4 خطوات، وإلى الأعلى خطوتين. ونفس الحكي صفهان، هيها زائد 4 وهون زائد 2. فإذا الانسحاب إلى الأعلى إلى اليمين 4 خطوات وإلى الأعلى خطوتين. هيك يا بنات نكون خلصنا الدرس. يعطيكم العافية.